من خلال هذه التظاهرة رفع الشعارات من هنا من سخنين ومن البطوف مثلث يوم الأرض الخالد. أولا نقول لشعبنا الفلسطيني الصامد والمرابط في غزة: نحن شعب واحد، ألمكم ألمنا وجرحكم جرحنا، نحس بما تعانون به وتحسون بما نعاني به. أنتم تعانون جراء عدوان غاشم وحملة اغتيالات تمس الرجل والمرأة والطفل والحجر في غزة، وحملة عنصرية هنا في إسرائيل، في داخل إسرائيل نعاني منها نحن الشعب الفلسطيني في الداخل. هي حملة عنصرية، حملة تضييق خناق، حملة ملاحقة واستفزاز لنا. فالرسالة لحكومة إسرائيل هي أننا صامدون أيضا هنا في سخنين، مرابطون هنا على أرضنا وفي وطننا، نقف وقفة تضامن مع شعبنا ونصرخ ضد العدوان وضد الحصار الغاشم على مدينة على قطاع غزة الحبيب. نعم، يعني هاي الوقف اليوم تظاهرة بادر إليها شبيبة التجمع الوطني الديمقراطي في المنطقة. شو الهدف من وراء هذه التظاهرة؟ عشان نفرجوا لحكومة إسرائيل إنه إحنا واقفين مع أهل غزة والقطاع، مش ناسيينهم، وإحنا دايما رح نضلنا ندعمهم خلال وقفتنا هون تضامنيا. من كل إشي رح ندعمهم، مش رح أكيد نقعد ببيوتنا ونسكت، رح نضلنا معهم ندعمهم بكل شيء. الحكومة الإسرائيلية إنه مكفي عد جرائم حق الإنسانية، بحق أطفال بريئة، حق ناس اللي تقريبا ما ارتكبتش اشي، ما لهاش دان. في اطفال كل يوم عم بتموت،
بس بسبب عنصرية إسرائيل.